مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم. يتجدد اللقاء، ولكن لقائي اليوم من داخل مملكة البحرين. ضيفي هو معالي الوزير علي الرميحي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. معالي الوزير، برحب بحضرتك وبشكرك على وقتك. حياكم الله. أنا سعيد الحقيقة أني أكون معاكم موجود في هذا اللقاء، ورحب فيكم في بلدكم البحرين. أهلا بحضرتك وبشكرك مرة تانية. وخلينا نبدأ الأول لقائنا بالحديث عن الإعلام العربي بصفة عامة. كوزير للإعلام في مملكة البحرين، أكيد بتتابع القنوات الفضائية المختلفة. نعم. في مختلف العواصم العربية، تقييم حضرتك أو بتشوف إزاي القنوات الأخرى، أو بتشوف إزاي الإعلام العربي بصفة عامة؟ والله الحقيقة الإعلام بشكل عام اليوم يشار له دائما في الفترة الأخيرة بأن هناك فوضى إعلامية موجودة، وهناك من يقول أو وجهة نظر أخرى تقول بأن هي فترة مخاض نتيجة الثورة اللي صارت في تقنية المعلومات، وكانت تقود الإعلام بشكل أو آخر. عملية التقييم في هذه الفترة جدا صعبة، لأن التحديات مختلفة من بلد إلى آخر. صحيح. تناول المواضيع عبر الإعلام أو توجيه الرأي العام أو محاولة الظهور بشكل تنافسي بين القنوات أصبح من الصعب جدا أن يقاس بالشكل العلمي، خاصة في هذه الفترات. اليوم الإعلام العربي يعني خلال 10 سنوات تجاوزت فيه عدد القنوات أكثر من 1300 قناة فضائية. بيقال بعض الناس بتقول إن الإعلام العربي، ومش بيقصدوا بيه دولة معينة أو قناة معينة، أصبح إعلام يعني صوته غير مؤثر أو صوته ضائع، حتى هو مش قادر يعبر عن نفسه. يعني الإعلام العربي مش قادر ينقل مشاكل الوطن العربي بالصورة الكافية أو يصدرها بالصورة الصحيحة. أصبح إعلام دول أخرى وإعلام غربي هو اللي بينقل الصورة الصحيحة. هل إحنا فعلا إعلامنا ضائع وغير مؤثر؟ لا، هو عملية التأثير تعتمد على الموضوع نفسه، الرسالة موجهة لمن، والتحديات المحيطة بالمسؤول أو بالجهاز الإعلامي نفسه أو المؤسسة الإعلامية نفسها. يعني خلينا نتكلم بشفافية أكثر. أنا لما أقول الإعلام العربي أصبح ردة فعل، لأن الحملات الإعلامية اللي كانت موجهة مبرمجة ضد عدد من الدول العربية حمل المسؤولين عن هذه المؤسسات مسؤولية كبيرة بأن تكون لديهم ردة فعل فقط للدفاع، للدفاع عن موضوع معين. هذه الاستراتيجية كانت ترسم من قبل جهات أخرى من أجل استدراج هذا الإعلام إلى مربع معين، تكون فيه نسبة الخطأ كبيرة، ويتم فيه تجاهل قضايا مهمة جدا في هذا البلد. العملية يعني تحتاج كثير من التحليل العلمي أكثر من قد تكون إجابة إنشائية فيها القليل من التفصيل. فهل الإعلام العربي مؤثر؟ نعم، الإعلام العربي قد يكون مؤثر، ولكن أكبر مشاكل الإعلام العربي في الوقت الحالي هي محاولة الدخول في منافسة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ كبير. عالم التواصل الاجتماعي في نهاية اليوم هو عالم افتراضي، عالم غير حقيقي، يصور للمتابع بأن هناك حرب مقامة أو حرب تقوم في هذا المكان، وهو في الواقع ليس إلا مجموعة لا تمثل إلا نفسها تدخل في جدال، وبعد نهاية هذا الجدال يأتي موضوع آخر. لذلك حاولت بعض وسائل الإعلام التقليدية أو القنوات الإعلامية العربية أن تدخل في هذا الجدال أو في هذه المنافسة، وهذا خطأ كبير. ده خلاهم يفتقدوا المهنية بعض الشيء في التناول؟ ما في شك. يعني أنا حاول أتجنب الحقيقة أني أذكر بعض الأمثلة حتى لا يساء فهمها، ولكن واقع قاعدين نشوفه. يعني اليوم يعني في بعض الدول لديهم أكثر من 100 قناة فضائية على سبيل المثال. ما هي الحاجة لهذا العدد الكبير من الفضائيات؟ احنا نعرف بأن الإعلام جدا مكلف، صناعة ثقيلة تحتاج إلى إعلان، لكن تشاهد 100 قناة ليس عليها أي إعلان، لا تعرف من وراء هذه القنوات من يدعم هذه القنوات.
لا تختلف عن أي حساب وهمي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الخطأ يعني. هل اللي حضرتك بتقوله ده يخلينا نفكر في ان احنا مقصرين في الوطن العربي، ان احنا ما اجتمعناش على انشاء مثلا وسيله اعلاميه عربيه موحده عشان تنقل مش الصوت البحريني او العماني او المصري، ولكن الصوت العربي بصفه عامه بصوره صحيحه؟ لا، هو في محاولات، المؤسسات الإعلامية الخاصة الآن قاعدة تشتغل، أغلب القنوات الفضائية الموجودة خاصة ومدعومة من مجموعة من المستثمرين العرب، بعضهم طبعا عنده أجندة تجارية وهذه حق مشروع له، وبعضهم عنده أجندة سياسية يحاول يمرر فيها كثير من الرسائل، لكن كمؤسسات أو كحكومات أنها تسعى لتأسيس قناة فضائية تتحدث باسم هذه الدول، هي كفكرة مشروع ممتاز، ولكن التنفيذ صعب لاختلاف السياسات بين الدول طبعا. كان في مبادرة من جامعة الدول العربية أعتقد، ولكن اللي بيتم الآن هو فكرة إنشاء نفس الفكرة اللي بنتكلم فيها ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت أعتقد. هل ده هيبقى كافي؟ والله احنا شوفي، في اجتماع وزراء الاعلام العرب طرح اكثر من موضوع، وانا شخصيا تبنيت قبل اكثر من سنتين قضيه محاربه بعض القنوات اللي تحرض على الطائفيه واللي تحرض على الكراهيه والعنف. والمذهبيه ولما تقدمت بهذا المقترح واجهت كثير من الاعلاميين والصحفيين، كان سؤالهم بان انتم كوزراء اعلام ترغبون في تقييد حريات التعبير. هذا كلام غير صحيح، اليوم الفضاء مفتوح وحر وباستطاعتك الحديث لكل من متى يعني ما اردت وفي اي وقت. عملية ان احنا نأسس يعني مؤسسة اعلامية قد تكون مؤسسة انتاج لبرامج وثائقية، برامج توعوية، قد تكون مجدية. حضرتك كلمت عن فكرة المذهبية والطائفية اللي ممكن تكون موجودة في أغلب الدول العربية، هل ممكن تعميق النوع ده من الصراعات ناتج عن رسالة إعلامية خاطئة من بعض وسائل الإعلام؟ عشان كده حضرتك فكرت في الموضوع ده؟ ما في شك يعني اليوم القنوات للأسف الشديد الفضائية تقوم على هذه الأسس. يعني مثال بسيط، في إحدى الدول هناك 100 قناة فضائية دينية فقط تتحدث بأسلوب مذهبي طائفي بحت. في دولة أخرى مقومات نجاح هذه القناة غير موجودة لأنها في مذهب واحد أو طائفة واحدة، فتتجه هذه المؤسسات إلى تأسيس قنوات قبلية وتنشئ صراع بين هذه القبائل. هذا الأمر موجود وكل من يعرفه ويشاهده ويشوفه، وخطورته كبيرة جدا يعني. ليست بالسهولة اللي يعتقدها البعض بأن ليس لها تأثير، لا بالعكس لها تأثير وتأثير كبير. في المقابل احنا مستعدين، اعلامنا العربي مستعد لهذا النوع من القنوات والنوع ده من البرامج اللي بتحارض اكتر على العنف، على الطائفيه، على المذهبيه، هل احنا استعدينا بالقدر الكافي؟ خصوصا وسائل الاعلام دلوقتي واحده من يعني وسائل حروب الجيل الرابع اللي كلنا عارفين، بس للاسف اعلامنا مش بيواجه ده بالصوره الكافيه. لا، اليوم احنا نحتاج الكثير من الشفافيه، نحتاج المواجهه. الحديث الدبلوماسي عبر وسائل الإعلام اليوم غير مجدي، لأن من لم يجد إجابة واضحة أو صريحة عبر أي وسيلة إعلامية سيتجه إلى وسيلة أخرى. إحنا في البحرين حريصين جدا على موضوع التأكيد بأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولن نسمح لأي كان سواء برنامج أو متصل أو أي رسالة عبر أي وسيلة إعلامية إحنا مسؤولين عنها أن تمرر أي رسالة فيها شق للوحدة الوطنية. هذا أمر جدا إحنا حريصين عليه. متى ما كان هذا الحرص موجود لدى جميع المسؤولين سنحارب مثل هذه القنوات. دولة زي قطر بتحارب الأمة كلها بسلاح الإعلام. هل يعني قبل ما اسال حضرتك واخش في تفاصيل قناه الجزيره، توصيفك للي بتعمله قناه الجزيره الان، تقييمك للمشهد اللي احنا بنشوفه على شاشه قنوات الجزيره؟ والله اليوم شوفي، انا يعني سبقا تحدثت كثير عن قناه الجزيره. صحيح. تحدثت قبل عام وحتى قبل الازمه القطريه. وكنت اشوف يعني
كمية في ذيك الفترة كنا نسميها بعض المخالفات اللي تقوم فيها قناة الجزيرة، وكنا نتحدث ما كانتش وصلت إلى تجاوزات زي الآن، يعني كنا نقول أن هذه مخالفات من باب الدبلوماسية، يعني هناك مخالفات تقوم فيها، هناك عدم احترام للجيرة، هناك عدم احترام للعلاقات الدولية بينها وبين الدول، وكان طبعا الرد دائما بأن هذه قناة مستقلة. الآن الصورة جدا واضحة، قناة الجزيرة هي متحدث الرسمي باسم حكومة قطر، جميع المسؤولين القطريين الآن يظهرون فقط في السبعة وثمان شهور الأخيرة عبر قناة الجزيرة، هذا الأمر ما كان متاح لهم في الفترة الماضية على أساس أنها هي قناة مستقلة. أنا اليوم في 2018 أقول بأن قناة الجزيرة اليوم أصبحت كما هو الحساب الوهمي اللي موجود على السوشيال ميديا، يثير كثير من الصخب ويحاول يحرك المياه، ولكن نتيجته ولا شيء. لا تستطيع اليوم قناة الجزيرة أن تحشد شخصين في أي دولة عربية. هي الآن تعيش حلم 2011 اللي كانت تعتقد فيه أنها قادرة على حشد الآلاف والمئات عبر يعني ما تبث من تقارير، تحاول تستقطب عدد كبير من الجماهير، تحاول يعني ترقص على جراح الفقير والمسكين والمحتاج، تحاول أنها تختطف حاجة الإنسان البسيط وتحولها إلى يعني مصطلحات سياسية الهدف منها إثارة البلبلة والقلاقل في هذا البلد. الآن الجزيرة يعني احنا لو شفنا ما بثت الجزيرة خلال الست شهور الماضية يعادل أضعاف ما بثته في السنوات الماضية، ولكن تأثيره لا يذكر، ما له أي تأثير. في الماضي كان لما الجزيرة تبث مثلا تقرير عن أي دولة نرى الوكالات تتداول هذا التقرير، الصحف تتحدث عنه، المواطن البسيط يبحث عن هذا التقرير لمشاهدة. اليوم يمر التقرير والعشرة والعشرين ما له أي تأثير. شايف أن تأثيرها قل خلال الفترة اللي احنا فيها؟ أنا ما أشوف لها أي تأثير، لأن المصداقية فقدت. يعني أنت لما خلنا أعطيك مثال بسيط، اليوم الجزيرة لما تتناول أي تقرير عن مصر أو عن المملكة العربية السعودية أو أي دولة من الدول العربية الكبيرة اللي قدمت الكثير للأمتين العربية والإسلامية، تقرير يسيء لهذه الدول ونشوف لأي تأثير. في المقابل هناك أحداث كبيرة قاعدة تصير في دول أخرى لا تتناولها الجزيرة، فأنت غير قادر على إقناع نفسك، فكيف بتقنعني أنا؟ يعني 100,000 متظاهر موجود في باريس ضد النظام الإيراني، الجزيرة لا تستطيع حتى أن تتحدث عن هذا الموضوع أو تتناول هذا الموضوع، وهي تعرف أنها لا تستطيع. لما حالات الإعدام اللي نشوفها بشكل يومي في إيران وفي ظاهرة غريبة العالم كله يتحدث عنها، لا تستطيع الجزيرة أن تتحدث عنها. فالجزيرة اليوم تقوم بدور يعني خلاص أفصحت عنها، هي أداة استخدمت لفترة معينة، الآن يعني تحاول أن تسترجع ماضيها اللي عاشته في 2011، وأنا كلي قناعة أنها لن تستطيع. حضرتك كنت قلت قبل كده في واحدة من أحاديث حضرتك التلفزيونية أن الأزمة ما بين المملكة تحديدا مملكة البحرين، ومش عايز أقول المملكة، يعني تهجم قناة الجزيرة على البحرين ما كانش الفترة اللي فاتت فقط، كان ليه تاريخ وكان ليه جذور من زمان. وحضرتك جايز كنت قلت على فكرة نحيك بدأت بالحوار سريعا، عايزة أعرف المبادرة اللي فاتت، وعايزة أعرف لو في أي نية لتكرارها مرة تانية. لا أبدا، لأن إحنا في الماضي كنا نتحدث انطلاقا من حسن النوايا اللي كنا دائما يكون هو أساس أي مبادرة. يعني إحنا تقدمنا مرة وأكثر من مرة لكن ما شفنا أي نتيجة، بل بالعكس اليوم من يتساءل عن الأزمة القطرية يتابع القنوات الفضائية القطرية أو يشوف الجزيرة أو حتى يشوف الصحف. حتى موضوع للأسف الشديد التضليل اللي موجود يعني في الإعلام أصبح مكشوف، وحتى المسؤول عن هذه المواد الإعلامية أصبح يعني الحذر عنده قليل، لأن مجرد مادة فيها تشهير،
فيها إساءة ويقدمها لا أكثر ولا أقل يعني. طيب حضراتكم بتجتمعوا في جامعة الدول العربية ومفروض أن في ميثاق شرف إعلامي موجود حتى لو ما كانش إلزامي، أعتقد أن هو استرشادي فقط. نعم. إلا أن حضراتكم ليكوا قوة أن أنتوا تجتمعوا على قرار خاص بقناة الجزيرة، ولكن للأسف ده لم يحدث. ليه؟ لا، هو من الصعوبة أن إحنا يعني نلزم أي جهة ما أو أي مؤسسة إعلامية أو أي يعني قناة الجزيرة قطر تقدمها أنها هي قناة خاصة، والقنوات الخاصة لا تخضع لأنظمة وقوانين جامعة الدول العربية. يعني هي تقول أنها ما تمثلني، يعني قناة الجزيرة ما تمثل قطر، هي مجرد مؤسسة، ولكن هي يعني قناة على أرض قطرية. بصورة أو بأخرى هي أموال قطرية. ميثاق الشرف الإعلامي مفروض هو بيطبق على كل الأعلام المرئي والمسموع في الوطن العربي اللي الدول الأعضاء في الجامعة موجودين فيها، واحدة منها قطر. نعم، والله هذا السؤال يعني سئل في السنوات الماضية، وكان الأمل الموجود بأن هناك يعني تكون في حكمة لمعالجة هذا الملف، لكن الحكمة حتى هذا اليوم ليست موجودة. وأنا دائما أقول أن أنا كمواطن خليجي أو حتى المواطن القطري دائما يتساءل ماذا استفدنا من قناة الجزيرة. صحيح. يعني الدمار اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم في الدول العربية وتتغنى في قناة الجزيرة، ماذا استفدت أنت كمواطن من هذه القناة؟ ما استفدت شيء ولن تستفيد، لأن أنت دائما خلنا أخذها في مثال، يعني أي دولتين بينهم علاقات متميزة أو علاقات طبيعية، علاقات دولية، لما إحدى هذه الدولتين تقوم ببث تقرير مثلا مسيء للدولة الأخرى، نرى اعتذار، نرى تواصل بين السفراء، نرى يعني شيء من الود أن هذا الموضوع فهم خطأ. ولكن أن أنت تحاول تقنعني أنك طوال هالسنوات بأن ما شفتوه هو مجرد حرية تعبير، فهذا الأمر يعني فيه كثير من يعني الضحك على الناس، وأعتقد خلاص يعني خذ وقته وانتهى. يعني هي لم تستجيب لمطالب ممكن تكون مشروعة الدول العربية طلبتها، الدول المقاطعة، فقط لي يعني حفاظا على الأمن والسلم القومي للدول العربية، لم تلتزم بها قطر. و يعني جامعة الدول العربية بتجتمع على مستويات مختلفة، وزراء الإعلام العرب، وزراء الخارجية العرب، وللأسف ما زالت قطر بتحارب على الإرهاب، وقناة الجزيرة، خلينا نتكلم عن الإعلام القطري. هل في أي أمل إن قناة الجزيرة إما إن هي ترجع عن مسارها، أو إن هي مش عايزة أقول تتقفل، لأن طبعًا أعتقد إن الأخوة القطريين ضد فكرة غلق قناة الجزيرة. هل في أي أمل للتراجع عن فكرة مهاجمة الدول العربية بالأساليب اللي بتعملها قطر أو قناة الجزيرة عفواً؟ كثير من الدول العربية ترى غير متضررة من الجزيرة. هناك يعني شبه ديل بينها وبين كثير من الدول بأن أنا لن أتعرض لك. دول المقاطعة هي استهدفت دول المقاطعة قبل المقاطعة، وهناك دول أخرى استهدفت، يعني أكثر الدول اللي استهدفت من الجزيرة الكويت. الكويت استهدفت من الجزيرة لفترات، الأردن استهدفت من الجزيرة، لها دور كبير في ليبيا، لها دور في كثير من الدول. لكن في الفترة الأخيرة هي على أساس أنها يعني تحاول تكسب تعاطف الكثير من الدول ابتعدت عن الجميع واتجهت فقط للدول المقاطعة. طيب هسأل حضرتك عن هل كوزير الإعلام شايف أن قناة الجزيرة بتخدم الشعب القطري بصورة أو بأخرى؟ يعني احنا عارفين أن المفروض أن وسيلة إعلام بتخدم شعوبها أو بتخدم الدولة اللي هي موجودة فيها، ماذا استفاد الشعب القطري من قناة الجزيرة؟ يعني احنا إذا قلنا 20 سنة الجزيرة هي أكثر من ذلك، 19 سنة القطري ما يدري عن الجزيرة، يعني لا يطلع على الجزيرة، لا يتحدث في الجزيرة كضيف أو كمقدم، ولا الجزيرة تتناول مواضيعه. فقط الآن في السنة الأخيرة لما شافوا أن الجزيرة هي الحل الوحيد للدفاع عن يعني موقفهم استخدموها لا أكثر ولا أقل. فالمواطن القطري اليوم يشوف الجزيرة جهاز قاعد يخدمه. احنا ما كنا نبحث ترى في هذا الموضوع، يعني ما كان الموضوع قناة الجزيرة، ترى كانت جزء من الأزمة، ليست الأزمة كلها. يعني احنا تكلمنا عن قناة الجزيرة هي جزء من الأزمة، هناك كثير من الأسباب اللي نتج عنها قرار المقاطعة،
لكن الموضوع الجزيرة كان يتناول بشكل عام، يعني يطرح في الاجتماعات، يطرح عبر الصحافة، نتحدث فيه حتى مع المواطن القطري، يعني نسمع منه وحتى من المسؤولين بأن احنا نحرج مما تقوم فيه الجزيرة، ونعرف أن الجزيرة لها أجندة خاصة ونعرف، لكن لا حول ولا قوة لهم. الإمكانيات اللي عند قناة الجزيرة معالي الوزير، مش بكلم عن الإمكانيات الفنية بس، بكلم عن إمكانيات فكرة إن هم قادرين على إن هم ينقلوا خبر خاص ب يعني مجموعة من الناس بيتظاهروا في بعض الدول، أو حادث إرهابي، أو حريق في مكان ما في دولة عربية معينة، قادرين هم ينقلوا الخبر وبعض الأخبار يعني فور حدوثها قبل حتى ما وسائل إعلام الدولة تعرف. تعليق حضرتك على ده إيه؟ لا، هذا الموضوع يعني تم الحديث عنه، هناك دراسات قدمت في هذا الموضوع، الموضوع فيه يعني جانب أمني كبير، فيه جانب استخباراتي كبير، لا يغفل عنه أي شخص يعني مهتم بهذا الشأن. يعني لما تختطف مجموعة تقوم الجزيرة ببث صورة فيديو لهذه المجموعة، الحكومة القطرية تتوسط، لما نشوف أكبر الإرهابيين في العالم يخرجون على الجزيرة ويبثون رسائلهم إلى المجتمع الدولي عبر الجزيرة، هذه يعني كان المواطن البسيط يقولنا هذه علامات استفهام كيف، الآن أعتقد الصورة واضحة يعني. صحيح، وده يأخذني بقى للحديث عن الأزمة القطرية العربية، ولكن اسمح لي معالي الوزير أن احنا نطلع لفاصل، فاصل مشاهدينا، بعد الفاصل بستكمل حواري مع معالي الوزير. رجعت لحضراتكم مرة تانية، بستكمل حديثي مع معالي الوزير علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. معالي الوزير برحب بحضرتك مرة تانية، وبنكمل حديثنا ونرجع بقى للحديث عن الصراع القطري العربي. حضرتك ليك أحاديث كتير أن مملكة البحرين من أكثر الدول اللي تضررت من ما تفعله قطر. دلوقتي في الوقت الحالي بعد غمارة الفترة اللي فاتت دي، شايف الخطر القطري ازاي على المنطقة العربية بصفة عامة وعلى البحرين بصفة خاصة؟ والله أنا ما أبغى أشخص الموضوع يعني أكثر من اللازم، احنا تحدثنا في هذا الموضوع كثير، هناك اشتراطات يعني مطروحة والكل يعرفها، قطر ما زالت للأسف الشديد مستمرة فيما تقوم به، ما زالت تعالج الموضوع باستخفاف عبر تطاول مستمر من خلال الإعلام، لا توجد يعني أي مقارنة بما تقوم به ما يقوم به الإعلام القطري، وخاصة في هذه الفترة والإعلام الدول الأربع. احنا لدينا الكثير من القضايا المهمة، عندنا كثير من خطط التنمية، لدينا علاقات دولية مع العالم كله تستثمر لصالح شعوبنا، وما زالت أو ما زال الإعلام القطري مشغول في محاولات تحريض ومحاولات تشويه صورة أغلب الدول العربية في أجندة واضحة لا تخفى على أحد. للأسف الشديد، وأنا أقولها بكل أمانة، يعني يؤسفني على يعني كل هالطاقات اللي تصرف يعني وكل هالمجهود في مؤسسة إعلامية كان من الأولى أن تستفيد منها المواطن العربي، تستفيد منها الأجيال القادمة، كان بالإمكان أن يصل صوت العربي المسلم، صوت المثقف، صوت الوسطية إلى العالم كله عبر هذه المؤسسة، ولكن للأسف الشديد استخدمت استخدام سيء، التاريخ لن ينسى لقطر ما قامت به عبر مؤسسة إعلامية يعني عززت ثقافة الكراهية، عززت ثقافة عدم الثقة عند المواطن العربي، عززت الشرخ الكبير بين المواطن العربي وأخيه المواطن العربي في الدول الأخرى، بين المواطن العربي والأنظمة العربية نفسها، حاولت تستخف بكل ما هو عربي في مشهد يعني إعلامي
لن ينساه من تعايش أو عايش فترة ما يسمى الربيع العربي. كانت يعني قامت هذه المؤسسة الإعلامية بدور يعني سيء للغاية، نشوف اليوم نتاجه للأسف الشديد. الاستخفاف اللي حضرتك كلمت عنه من الجانب القطري ده ياخدنا لفكرة إن إلى الآن الأزمة موجودة، وإلى الآن قطر متمسكة بموقفها، قناة الجزيرة ما زالت يعني بتعرض اللي هي عايزة تعرضه. نقاط القوة اللي عند قطر ما زالت هي من بداية الأزمة، قلت زادت؟ لا، هي ليست يعني لا يمكن قياسها بأن هناك نقاط قوة ونقاط ضعف. هناك أزمة قطرية وليست أزمة خليجية. استمرار قطر في عنادها مع الدول العربية دليل على أنها عندها على الأقل شيء بتستند إليه أو بترجع له في مقاطعة الدول. من يتنازل عن علاقاته الدولية مع دول عربية بهذا الحجم ومع جيرانه؟ أعتقد يعني لديه الكثير من المبادئ اللي يتنازل عنها. ولكن على الناحية الثانية الدول المقاطعة هل عندها هي كمان من نفوذ أو مصادر قوة أخرى خلال الفترة اللي جاية ممكن نشوفها علشان تستجيب ليها قطر وتستجيب لمطالبها؟ لا، احنا يعني لن نسعى طوال هذه الفترة أو الفترة القادمة لمحاولة يعني استجداء قطر للموافقة أو لا. الشروط مطروحة والصورة جدا واضحة. أما عملية محاولة استعطاف منظمات حقوقية ومنظمات دولية ودول عظمى في سبيل انتهاء المقاطعة، فهذه شأن قطري خالص. يعني اليوم المنظمات الحقوقية يعني ترى الكثير من الطلبات المقدمة من قطر بأن يعني هناك ما هو أهم من هذه المطالبات بكثير. يعني ولكن الخوف معالي الوزير والخوف بيجي من الشعوب العربية نفسها من فكرة المشاكل اللي ما بين الدول وتحديدا لما تبقى دولة عربية، هل الصراع ده ممكن يتطور بصورة أو بأخرى لشكل مش في مصلحة شعوبنا العربية؟ لا، أنا ما أشوف في صراع. يعني أنا أشوف هناك الأزمة. أنا أشوف في موقف سياسي اتخذت الدول الأربع تجاه إحدى الدول اللي تضررت منها كثير هذه الدول، وهذا الموقف واضح للمجتمع الدولي. هناك اشتراطات يجب أن تلتزم فيها قطر، وهذا كل ما في الموضوع. هل خطر قطر بيماثل خطر إيران على دول الخليج ولا شيء مختلف؟ لا، اليوم يعني من يحاول أن يستصغر الخطر الإيراني على الأمة العربية أو يحاول أن يصور للمشاهد العربي بأن إيران ليست بتهديد للدول العربية، فهو يعني أعتقد يتجاهل واقع. إحنا في المنطقة العربية أو في الخليج العربي حتى 79 كنا يعني محسودين على الهدوء اللي احنا فيه. المنطقة كانت في غاية الهدوء، وكانت فترة الطفرة والتنمية الاقتصادية. ولما بدأت الثورة الإيرانية في 79 ومن ثم الحرب العراقية الإيرانية ومن ثم محاولات إيران لتصدير الثورة لجميع الدول العربية، حاولت إيران أن تدخل إلى جميع الدول العربية دون استثناء. يعني ما في دولة عربية لم تحاول إيران أن تصل إليها. إحنا في البحرين كنا قلعة تكسرت عليها كثير من المؤامرات الإيرانية للدخول للخليج العربي. لله الحمد تعدينا هذه المحاولات بفضل حكمة القيادة، الوحدة الوطنية، لدينا جبهة داخلية جدا قوية. حاولت إيران وما زالت تحاول. أنت اليوم موجودة عندنا في البحرين، شفتي البحرين، شفتي الحياة إلى أي مدى أكثر من طبيعية. تقدرين تروحين أي منطقة في البحرين بكل هدوء وبكل أمن وأمان. ولكن لو شفتي أي قناة إيرانية بعد هذا اللقاء راح تشوفين
أخبار متكررة منذ 2011 لم تتوقف، تحاول تأجيج الشارع، تحاول تحريض الشارع، ولكن يعني كلها مجرد عالم افتراضي تحاول أن تدخل فيه أي شخص متابع للشأن المحلي في البحرين. قطر اليوم تحاول أن تقدم إيران بأنها هي دولة غير معادية عبر الإعلام القطري وعبر الجزيرة، ومحاولة يعني تلميع صورة إيران، ولكن إيران اليوم يعني مكشوفة للعالم كله بأنها دولة راعية للإرهاب، لديها جرائم يشهد لها الجميع في الدول العربية، وإحنا البحرين أكثر المتضررين، المملكة العربية السعودية ما عملت في سوريا الآن وفي العراق وفي كل مكان. هل سلوك قطر وسلوك إيران اللي حضرتك بتتكلم عنه واللي احنا اتكلمنا عنه من بداية اللقاء، هل المقاطعة تكفي مع تلك الدول؟ هل فكرة المقاطعة فقط كافية؟ لا، احنا يعني الآن هذا القرار جاء نتيجة يعني تأني لسنوات طويلة بحكم العلاقة اللي تربطنا بالشعب القطري. فالآن وصلنا إلى هذه المرحلة أن احنا حاولنا أن نعالج هذا الموضوع، وشكلت لجان في 2013 و14 ووقعت الكثير من الاتفاقيات، لكن لم يحدث شيء يعني. فوصلنا إلى هذا الحل، وهذا الحل النهائي فقط. هل من وجهة نظرك معالي الوزير الأزمة القطرية بتزداد بسبب سياسة الإعلام القطري أو قناة الجزيرة؟ لا، هي يعني ما يمكن قياسها بأن في ازدياد أو في نقصان. المقاطعة موجودة، متى ما شافت قطر بأن هي عندها المقدرة على أن تلبي الاشتراطات 13 راح تنتهي الأزمة فقط. الإعلام القطري يحاول القائمين على سبيل المثال قناة الجزيرة استمرار الأزمة فقط، يعني هي استمرار الأزمة في صالح القائمين على قناة الجزيرة، لأن توقف أو انتهاء الأزمة بالنسبة لهم انتهاء للقناة نفسها، هي القناة قائمة على هذه الأزمة. النوعية من الأزمات. طيب لو انتقلت بحضرتك للكلام عن الإرهاب، وخصوصا أن الإرهاب بيضرب بجذوره في المنطقة العربية في أغلب الدول العربية، خليني أسأل حضرتك، هل إحنا إعلامنا العربي مقصر؟ يعني هل إحنا تركنا فكرة مواجهة الإرهاب للجيوش وللشرطة ونسينا أن الإعلام له دور مهم في مواجهة الإرهاب؟ ما في شك أن موضوع الإرهاب أصبح يعني موضوع مؤرق للجميع، والإرهاب ضرب العالم كله، وصل إلى أوروبا بعد أن كان يستهدف دولنا. وأنا أستذكر في هذه اللحظات كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، عندما قال بأن الإرهاب الموجود في هذه المنطقة، محاولة يعني عدم التعامل معه بشكل جدي، قد يخرج ويصل حتى إلى الدول الأخرى، لأن الموضوع كان يحتاج شيء من الاستراتيجية الواضحة، يحتاج تعاون دولي، يحتاج عملية يعني مشتركة بين الجميع. الإعلام له دور في هذا المقام، يجب أن يظهر صوت المعتدل في جميع القضايا، دعم الأصوات المتطرفة تغذي الإرهاب والإرهابيين، محاولة تصوير الإرهابيين بأنهم أبطال أو أنهم يحققون شيء من الإنجاز أو يمثلون مجتمعاتهم أو حتى تمثيل للإسلام بشكل مثالي، كما تحاول كثير من القنوات أو الفضائيات تصويره بأنه معارضة، يعني بعضهم قدم أنه هو معارض للنظام، في حين أنه يقتل البشر. جميع الأديان ترفض مثل هذه العمليات. بعضهم يحاول يصوره بأنه هو مثال للشخص البطل اللي او المواطن اللي عنده حرص على بلده ويحاول انه
يدافع عن قضيتك أنت كمواطن بسيط. يعني تلاعب بالألفاظ، خلط للورق، ويتم فيها إيصال كثير من الرسائل خاصة للشباب صغار السن في سن الحماس وسن الخارج عن السيطرة. ده ياخدني بقى لفكرة المصطلحات اللي بيتم استخدامها في القنوات العربية. نعم. الإرهاب على سبيل المثال هو تطرف في بعض القنوات، هو معارضة في بعض القنوات، هو معارضة مسلحة، هو فكر خارج. إزاي إحنا نقدر نوصل للمواطن أو للمشاهد إن ده إرهابي، لا هو معارضة ولا هو يعني خائف على بلده زي ما حضرتك بتقول؟ يعني هي مفاهيم بسيطة. احنا يعني انا اتحدث عن نفسي كمسلم، اعرف بان الاسلام يحرم علي اني اقتلع شجرة، فما بالك قتل نفس. نفس. فمتى ما تم تعزيز هذه الثقافة او بعض الامور العقائدية اللي تخدم الانسانية، فاحنا راح نحافظ على هذه المجتمعات. هذه القنوات الفضائيه كلنا نعرف بعضها وراها، يعني اضافه للاجندات اللي قاعده تمارسها وراها اشخاص، وراها مؤسسات، وراها دول اخرى تحاول انها يعني تغذي هذه العمليات الارهابيه لاهداف يعني موجوده عندها. احنا ازاي بقى نواجه هذا الفكر؟ يعني خليني اسال حضرتك هنا من البحرين، ازاي بتواجهوا هذا النوع من الافكار المتطرفه الخارجه الداعمه للارهاب؟ طبعا في المقام الاول يجب عدم اعطاء الفرصه لكل صوت متطرف انه يكون موجود على قنواتنا الفضائيه، ويجب محاربته وتعريته، وهذا امر جدا مهم. إعطاء الفرصة للأصوات المعتدلة للحديث عن أي قضية تهم حتى المواطن البسيط. أنا كنت دائما أقول إحنا في البحرين أصحاب صوت، لسنا بأصحاب صوت مرتفع، نحن أصحاب إقناع ومنطق. الصوت الهادئ والمنطقي والمعتدل والغير متطرف، هذه راح يسهل على الوسيلة الإعلامية أن ترسل رسائلها إلى المواطن البسيط بشكل مبسط. إعطاء الفرصة أو محاولة نشر بعض الأفكار هذه المتطرفة يساعد على تغذية الأرهاب. العملية ترى كبيرة، يعني هناك في استراتيجيات إعلامية وضعت، تنفيذها يحتاج سرعة. اليوم الإعلام متغير، لا يمكن أن تضع خطة إعلامية مدة 5 سنوات، يعني صحيح. يجب استبدالها كل 6 شهور أو وضع خطط قصيرة المدى لمعالجة، لأن التطرف ترى مراحل، أو العمليات الإرهابية كانت مراحل. يعني أنا اليوم حتى تعريف الإرهاب، من يعتقد بأن الإرهاب هو تفجير، لا، هناك إرهاب حتى لفظي، هناك إرهاب فكري. إحنا نتعامل مع فكر، والتعامل مع الفكر أمر جدا فيه من المعادلات الصعبة، فيه من الدقة والحذر في التعامل مع هذا الفكر. هل حضراتكم عندكم استراتيجية معينة حديثة؟ هي بتقول إن هي محتاجة تتغير من فترة للتانية. يعني إحنا شوفي، إحنا ما يختلف عنا في البحرين إن إحنا البحرين ما تعرضت لإرهاب من مواطن من نفسه. يعني مجموعة من الخونة تعاملوا مع دول أخرى، قاموا بعمليات إرهابية في البحرين، هذا كل ما في الأمر. المواطن البحريني الصالح لا يمكن أن يقوم بأي عمل إرهابي يتضرر منه أي يعني جزء من أجزاء هذا الوطن. حضرتك كوزير للإعلام إزاي تتأكد أن وسيلتك الإعلامية سواء كانت التلفزيون أو الصحافة بتوصل الصورة ما يحدث داخل البحرين بصورة صحيحة، ما فيهاش شيء مغلوط، ما فيهاش شيء عن الخروج عن السياق؟ كخبر بصفة عامة في وسائل الإعلام البحرينية حضرتك إزاي بتكون حريص على ده؟ إزاي بتتأكد إن ده بيمشي بالشكل المظبوط؟ إحنا لما يكون عندنا أي حادث ما نتعامل معه بكل شفافية من خلال التواصل مع الجهات المعنية. يعني لما يكون عندنا حادث إرهابي نكون حريصين كل الحرص أن
الخبر يطلع بشكل سريع والصورة تكون واضحة من خلال المعنيين وهي الجهات الأمنية. اليوم لا يمكن أن احنا نتفق مع وجهات نظر أخرى تقول بأن على سبيل المثال لما يكون عندك حادث إرهابي عملية إظهارها قد يؤثر على رؤية المستثمر في الخارج بأن هناك حادث إرهابي في هذه المنطقة فيجب أن تكون حذر. لا، ما أوجدته وسائل التواصل الاجتماعي من سرعة في نشر الخبر طبعاً. يحتم علينا احنا ان احنا نكون اكثر حرص باخراج الصوره كما هي بدون مبالغه، وصوره واقعيه لصوره الحادث، ان كان هناك في اضرار من خلال بيان يكتب او يقرا من خلال الجهات المعنيه. ده ياخدني بقى لفكره حريه الاعلام، يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو نقل الصوره بشكل صحيح واعداد مظبوطه، ده في ناس بتاخده على ان هو ممكن يقيد حريه الاعلام او حريه الاعلامي وهو بيتحدث عن الخبر. مدى حريه الاعلام في البحرين معالي الوزير؟ والله شوفي، انا لما اقول كمسؤول عن الاعلام بان حريه التعبير مكفوله، هذا الأمر يمكن أن يقاس من خلال ما يكتب في الصحافة، ومن خلال ما يكتب عبر كثير من المواقع الإلكترونية المختصة أو اللي تتبع وسائل إعلامية مرخصة، أو عبر ما نسمع في الإذاعة والتلفزيون. ما أعتقد يعني هناك موضوع لم يناقش عبر ما نبثه من جلسات مجلس النواب والمتحدثين باسم الشعب، يتم فيه طرح كل المواضيع بكل شفافية. ولكن هناك من يعتقد الآن بعد ما دخلت علينا هذه الثقافات الجديدة على مجتمعاتنا بأن حرية التعبير في اعتقاده هو تطاول على شخصيات معينة، اغتيال شخصيات معينة عبر التشهير فيها معنوية. هو يعني يريد أن احنا يريد هذا السقف من الحرية. لا، احنا يعني مجتمعنا مجتمع محافظ متحضر مسالم يحافظ على الجميع من خلال سقف معين تستطيع أن تتحدث فيه دون المساس بالآخر. أما المستوى المتدني الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي لن نسمح، يعني أنا شخصيا ما أرضى أني أشوفه عبر وسيلة إعلام رسمية أو وسيلة إعلام تقليدية مرخصة من قبل وزارة الإعلام، أني أشوف هذا المستوى الهابط اللي فيه كثير من الشتائم وكثير من التطاول. هذا أمر لا يرضينا ولن نقبل فيه. ده ياخدني بقى السؤال، لو حضرتك شفت في وسيلة إعلام بحرينية سواء برضو كان تلفزيون أو صحافة تجاوز من إعلامي بطريقة أو بأخرى، أنا مش بتكلم على المستوى الخارجي فقط، بصفة عامة أي نوع من أنواع التجاوز، هيكون تصرف حضرتك إيه؟ لا، هو شوفي، إحنا الحمد لله يعني لدينا علاقة جدا طيبة مع الجميع. هناك حرية مسؤولة، هناك رقابة ذاتية لدى الجميع. بس احنا بشر معالي الوزير، اكيد يعني احنا نتخذ الاجراء حسب القانون. لدينا قانون الصحافه 2002، نتعامل من خلال القانون. نبدا في موضوع التواصل مع المعني او المعنيين في هذا الامر، نحاول ان احنا نعطي فرصه وفرصتين وثلاث، ونحاول يعني بتعطي فرص معالي الوزير في حاله الخطا والتجاوز؟ لا اكيد، هو في البدايه احنا لا ندخل في نوايا، يعني كل من لديه نوايا يعني قد يقصد في هذا في هذا الطرح موضوع ما لم يفهم بالشكل الصحيح لدى القراء. إذا كان الخطأ اللي احنا ما نتجاوز أو ما يعني نتغافل عنه، إذا كان يمس إحدى الدول العربية أو الشقيقة أو الصديقة، هذا أمر بالنسبة لنا خط أحمر. إذا كان يمس الوحدة الوطنية خط أحمر. أما إذا كان في موضوع يمس مؤسسة، يعني
اليوم من ينتقد وزارة الإعلام وينتقد تلفزيون البحرين موجود بشكل يومي، يعني نشوفه عبر الأعمدة وعبر الصحف وعبر السوشيال ميديا وحتى عبر إذاعة البحرين، تنتقد إذاعة البحرين وينتقد تلفزيون البحرين، وهذا أمر طبيعي. يعني لا يمكن يعني هل شايفه أمر صحي موضوع الانتقاد؟ ما في شك عملية الانتقاد النقد إذا كان راح ينبهني لموضوع احنا غفلنا عنه وراح يطور الجهاز أمر جدا طيب، وبالعكس. بس اللي ما يرضينا ان احنا نشوف فيه تطاول على الشخص نفسه، او عملية يعني فيها يعني تدني في مستوى الطرح، هذا الأمر يعني بطبيعتنا احنا نرفضه. بس هي بتتلمس زي ما بنقول حسن النوايا قبل العقاب. اكيد يعني. ما في شك. هل معالي الوزير في شيء مشابه لميثاق الشرف الاعلامي او قواعد معينه بتحكم العمل في الاعلام في البحرين؟ والله شوفي، الاعلام في البحرين هو يعني انعكاس لطبيعه اهل البحرين. الشعب البحريني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني شعب مثقف متعلم، بطبيعته لا يخسر الآخر، لا يتطاول، يحاول أن يعني يقدم أو يطرح أي قضية ما بأسلوب فيه يعني الكثير من الرقي. صحيح. لذلك دائما اسلوب التطاول او اسلوب اللي نشوفه اليوم يعني على وسائل التواصل الاجتماعي هو محل استنكار. احنا ما عندنا اي معاناه كجهاز اعلامي مسؤول عن الاعلام في البحرين مع الصحافه في البحرين او مع الصحفيين في البحرين، لا بالعكس، جميع الصحفيين في البحرين تقوم بواجبها في التواصل مع الإعلاميين. الصحفيين في البحرين لديهم يعني سقف من حرية التعبير، يتحدثون في كل المواضيع. ما في شك تحدث بين فترة وأخرى بأن يعني أي جهة ما تستنكر مثلا مقال أو موضوع ما، فلها حق الرد، وحق الرد مكفول، يعني يتم احيانا التواصل من خلالنا او بالاتصال المباشر. فانا ما اشوف لله الحمد يعني اي اشكاليه في الجهاز الصحفي بشكل عام في البحرين. بتجد ان في تعاون، وحضراتكم بتدوا مناخ لحريات للاعلاميين. نعم. فبالتالي تعاون متبادل. نعم. يعني نعم. طيب هسأل حضرتك عن موقع التواصل الاجتماعي، وجايز يعني أغلب الدول المتضررة منها مواقع بيتم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما تعرف مين هو صاحب الموقع ده أو صاحب الشيء اللي بيحرض على الإرهاب في الدول العربية، وحضراتكم أكيد بتعانوا من المشكلة دي. عايز أعرف الأول عدد المواقع في الفترات الأخيرة اللي حضراتكم يعني اكتشفتوها بتدعم بصورة أو بأخرى، مش عايز أقول الإرهاب، ولكن خلينا أقول اللي هي بتدعم عدم استقرار المملكة. لا شوفي، موضوع التواصل الاجتماعي التعامل معها جدا صعب لأسباب كثيرة. يعني احنا في العام، انا اتذكر في 2016 في فبراير شفنا ان 80% من الحسابات اللي كانت تهاجم البحرين من خارج البحرين، كانت من العراق ومن لبنان ومن ايران. المواطن البحريني اليوم الواعي يعني اصبح ما يتعامل مع هذه الوسائل بشكل جدي، يعرف بان هذه يعني خلايا إلكترونية وأرهابية وراها دول تدعمها، فما أصبح لها تأثير. متى ما كان لدى المتابع لمثل هذه الحسابات الوعي بأن هذه الحسابات حسابات وهمية، فما تطرحه وهمي. ولكن في أعداد معينة تم حصرها حتى لو هي بصورة وهمية؟ هل قفلتوا مجموعة من المواقع مثلا؟ لا، احنا عملية إغفال المواقع في السوشيال ميديا أمر يعني جدا صعب، لأنه خارج البحرين. ولكن المواقع الإلكترونية اللي احنا نحضرها في، نعم، ونذكر فيها الأسباب، يعني إن كانت يعني مخالفة للآداب العامة أو
تبث مواد فيها تحريض على العنف والكراهية والطائفية. هذا النوع من المواقع عددهم كبير اللي تم رصده؟ لا، في الآونة الأخيرة يعني إحنا كوزارة إعلام نطلب من الجهات المختصة تعامل مع هذا الموقع لهذا الهدف فقط. نعم، ولكن ما فيش عدد معين حضرتكم والله ما قفلتوه يحضرني رقم معين، أو ما فيش نعم. أرقام معينة؟ نعم. طيب، ده ياخدني لفكرة الاستراتيجية المضادة دايما. في المقابل حضراتكم عندكم استراتيجية محددة بتعملوها علشان تواجهوا هذا النوع من الأفكار، على مش السوشيال ميديا بس ولكن كمان على المواقع اللي بيتم تدشينها؟ هل بتعملوا مواقع مضادة مثلا؟ لا، احنا شوفي حتى 2011 يعني اذا اخذناها تاريخيا، في ال 95 تقريبا دخل الانترنت البحرين. اغلب المؤسسات الاعلاميه ما كان لديها مواقع الكترونيه، بدات تاسس مواقعها. احنا في كجهاز اعلامي رسمي يعني كان عندنا موقع الكتروني لوكاله انباء البحرين، ثم تطور الامر الان عندنا مواقع لوزاره الاعلام، لتلفزيون البحرين، حسابات الكترونيه للتلفزيون، للاذاعه، للوكاله، البث، اغلب برامجنا وتسجيلها على اليوتيوب، البث المباشر. تواجدك في هذه الساحه الالكترونيه باخبار رسميه، بفيديو، بصور، بوقائع، بحقائق، هو العامل الاساسي اللي تقدر تحارب منه هذه العناصر اللي تحاول ان تقدم صوره سيئه عن البلد. فاحنا نعمل على خطين، خط ان احنا نكثف تواجدنا على الساحة الإلكترونية من خلال حقائق وأخبار مستمرة، وفي نفس الوقت توعية المستخدم أو متابع الحسابات الوهمية من خلال حقائق نقدمها على الحساب الحقيقي. الحسابات والمواقع دي تاخدنا لفكرة التدخلات الدول في شؤون الدول الأخرى ودور الإعلام في ده، يعني جايز الإعلام ليه دور مهم جدا في الموضوع ده، وهل حضراتكم ليكوا استراتيجية محددة عشان تواجهوا بيها تدخلات الدول الأخرى في شؤونكم ولكن عن طريق الإعلام، استراتيجية إعلامية؟ والله شوفي، موضوع الشأن الداخلي البحريني يعني على مدى السنوات اللي فاتت لم يتدخل أحد في الشأن الداخلي المحلي بشكل مباشر كما فعلت إيران وقطر فقط. إيران حاولت تستخدم بعض المنظمات الحقوقية، وحاولت أنها تثير كثير من التنظيمات الدولية على البحرين، لكن تم مواجهتها بالحقائق. محاولة التدخل في الشأن الداخلي يحتاج جبهة داخلية قوية. احنا لله الحمد لدينا هذه الجبهة الداخلية القوية، لدينا التفاف من الشعب البحريني حول قيادته، وهذا الأمر اللي احنا نراهن عليه دائما. هسأل حضرتك في النهاية عن العلاقات المصرية البحرينية ومدى التعاون على المستوى الإعلامي. والله شوف، البحرين ومصر كعلاقة تمتد إلى يعني عشرات السنين. أولا هي علاقة حضارتين، فنتحدث عن آلاف السنين. أما إذا تحدثنا عن العصر الحديث، فهناك من يرى بأن هناك علاقات دولية أو علاقات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية قوية تربط البحرين بمصر، لكن يجب أن يعرف المشاهد بأن خلف هذه العلاقة البحرينية المصرية هناك تاريخ، ليست وليدة اليوم وليست وليدة ظروف معينة. صحيح. احنا كبحرينيين نحب مصر ونحب المصريين لأسباب كثيرة. لأن أعطيك مثال بسيط، احنا في العام القادم سنحتفل بمرور 100 عام على التعليم النظامي في البحرين. التعليم كان في 1919. فالبحريني بدأ تعليمه من خلال المدرس والمدرسة المصري والمصرية. الطب كان يشوف الدكتور والدكتورة المصرية. فالعلاقة علاقة مجتمع تولدت عنها علاقات أكبر. علاقتنا بمصر علاقة المثقف بالمثقف.
المثقفين البحرينيين في عام 1927 قاموا بتكريم أمير الشعراء أحمد شوقي. وشوف التاريخ يعني بعد التعليم النظامي بحوالي تقريبا 8 سنوات. هذا دليل بأن طبعا البحريني لديه الشغف للثقافة وللاطلاع وللقراءة، وارتبط بمن بمصر من خلال متابعة كتابها وأدبائها، وبدأ كثير من البحرينيين تعليمهم في مصر في الأربعينات، وأرسلت بعثة من المصريين للتدريس في البحرين، فالعلاقة أصبحت علاقة يعني أسرة واحدة. فالبحريني والمصري تربطهم هذه العلاقة، علاقة بدأت من الـ من الـ من الأسرة. طول السنوات الماضية في العصر الحديث، مواقف مصر من المنطقة في دفاعها عن قضايا الأمة العربية هي لها المبادرة. حاولت الجزيرة، نرجع لموضوع الجزيرة لأنها هي المثال السيء للإعلام العربي، أن تستصغر دور مصر، فلن تستطع لأن التاريخ لا يشترى. تستطيع أن تشتري كل حاجة إلا التاريخ. ما يجمع البحرين ومصر هو التاريخ، ولله الحمد تاريخنا لم نكن في يوم من الأيام معتدين حتى بالكلمة. فلذلك الحديث عن العلاقة بين البحرين ومصر حديث يعني ذو شجون. فدائما نتمنى نشوف مصر في أجمل صورة، نتمنى نشوف الشعب المصري وهو يعني يعيش أجمل أيامه. فتحية كبيرة لأشقائنا في مصر، ودي أكيد تمنياتنا للبحرين شعبا وقيادة طبعا. قبل ما أختم أنا عايزة أعرف دور حضر يعني عفوا رأي حضرتك في الإعلام المصري فيما يقدمه. طبعا إحنا كمان نفس فكرة الإعلام المضاد اللي إحنا بنتكلم عنه. رأي حضرتك في الإعلام المصري وما يقدمه دلوقتي إيه؟ والله شوفي، الإعلام المصري له الريادة. كل الدول العربية بدأت إعلامها من خلال كوادر مصرية ومن خلال متابعة للمنتج الإعلامي المصري. اليوم ما نراه من تعدد قنوات منافسة، والمنافسة فيها منافسة تجارية ومنافسة سياسية، وكل من عنده أجندته. ضريبة حرية التعبير كفلت الأجهزة الرسمية لجميع القطاعات في مصر أنها تستخدم الإعلام حسب يعني إمكانياتها، حسب ما ترى. المنافسة راح تستمر ولكن سيبقى الأفضل. التعاون الإعلامي بقى ما بين مصر والبحرين، في تعاون على المستوى الإعلامي ولا؟ والله احنا دائما على تواصل مستمر مع الأشقاء في مصر. التعاون مستمر في موضوع التبادل الأخباري، موضوع تبادل البرامج مستمر، تسهيل عملية أي مؤسسة إعلامية سواء من البحرين في مصر أو مصرية في البحرين. هذه يعني في أفضل يعني مراحلها، تسهيلات موجودة، ونتمنى أن تكون يعني الأجهزة التنفيذية تقوم بدور أكبر إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا على إتاحة الوقت لينا وعلى وقت حضرتك معنا في الحوار. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكرا جزيلا.